طبعا الحين راح نقوم بارجاع الجهاز الداخلي اللي فيه المروحه. طبعا بعد ما غسلناه تحتاج الى شخصين في هذا المكان. راح نشد البرغيين هذول هنا، راح نرد هذا الكليب الماسك اللي يربط بين الماكينه والشبك. عقب راح نرجع الغطاء هذا في مكانه. نرجع الوايرات طبعا ندخلها في الفتحه هذه. الحين راح نركب جهاز التحكم الماكينه. اول شيء راح ندخله من هنا هذه الفتحه، شوف. بعدين راح نرجع بريا واحد هنا واحد فوق. طبعا هنا راح نرجع القطعه هذه مال قياس التبريد او التحكم في التبريد. وعقب راح نرجع السنسر هذا، نركب بهالطريقه. بعد واير الجراوند او الايرثنج مال الشبك. والحين راح نرجع الكيابل مال التحكم في الجهاز نفسه، كل واحد يروح في مكانه. هذا طبعا بعد ما ركبناه كذا. طبعا الحين راح نرجع وايرات الكهرباء او اسلاك الكهرباء مثل ما كانت حسب ما فكيناهم. طبعا راجع الصورة اللي انت اخذتها. رجعنا رجع هوز الماي في مكانه، هوز التصريف. الحين راح نقوم برجاع القطاع الخارجي. عندنا ست سكاريب راح ارجعهم، ثلاثة فوق ثلاثة تحت. رجع قطاع كهرباء، رجع الفلاتر كيف. راح ارجع اخر شيء طبعا القطاع. طبعا عندك هنا قلبين يمين ويسار يدخل. الحين راح نمسحها شوي بس. الحين راح نشغل سويتش كهرباء ونعيد تشغيل جهاز بالريموت طبعا لأنه بندناه، ونعيد ضبط الأوضاع اللي نحن نريدها. كول 18 الحمد لله هذه الماكينة شغالة. لذلك نكون اخواني واعزائي المشاهدين المتابعين، نكون قد اتممنا عملية غسيل اليونت الداخلي او الجهاز الداخلي المكيف او جنرال. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي معكم في مقاطع أخرى مفيدة إن شاء الله. شكراً.